عز إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ومن أشراط الساعة أن تكون التحية والسلام بالمعرفة فقط، مع أن إلقاء السلام بالإسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. أما الزمن الذي نحن فيه المرء لا يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، على من يعرف كأن السلام ألغي، وسبب الإلغاء وجد غيره، والبديل مرات بيكون يفوق الأصل، 99% يكون أدنى من الأصل. المسلمين اليوم إذا بده يسلم على صديقه يعثر عليه أن يقول: السلام عليكم، باي. استبدلت بالسلام عليكم، لا في أرقى من هيك. Good morning، إنه أنا بعرف بحكي باللغة. Bonjour، إنه أنا بفهم. وهذا كله مخالف لخط النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الإسلام. جهل المسلمين بدينهم وبأنفسهم جعلهم متقهقرين بمخالفتهم
لاقتدائهم بنبيهم وتمسكهم بأعدائهم. ما بعدك صح أنا ولا لا؟ تعلمت هالحديث من 70 سنة، شيخنا قرأ الحديث بدرس الفجر، أنا ما كتبت لكن تلقيت، ولا يزال برن بأذني صوت شيخنا الله يرضى عنه لما قال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا لمعرفة. مع العلم الحديث على من تعرفه وعلى من لا تعرفه. تمسكت بهذا الحديث من 70 سنة، طلعت برات البلد، وقفت أمام الحاجز، إجا الضابط قال لي: أنا كنت قاعد على كرسي ورافع رجلي على كرسي ثاني، لما شفت سيارتك من بعيد نزلت رجلي، ولما انت وصلت وقفت احتراما. انا ما بعرف الرجل ولا بيعرفني. قال لي: بتعرف ليش؟ قلت له: والله انا ما بعرف، انا جاهل. قال لي: لانك كل ما بتمر بتقول السلام عليكم، فكلمتك السلام عليكم جعلتنا نحترمك قبل ما تصل. معناها السلام عليكم بتفيدك إلك ولغيرك. لكن شيخي الله يرضى عليك لا تفرضها علينا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرضها على أصحابه، أما زماننا اليوم ما في سلام عليكم. سلام عليكم بيسحبوني ساعة الجمعة، نين هي جايبة سلام عليكم؟ بخاف. فإذا بتخاف من العبد وبتخالف أمر الحبيب المحبوب، معناه وين صرت حياتك أنت؟ أنا ما بخاف. السلام عليكم، مين الناس ما بعرفهم؟ السلام عليكم. مرتي قاعدة جنبي بالسيارة، مرينا من قرية، نسوان قاعدين بالطريق، السلام عليكم. قلت: أنت عم تسلم على النسوان؟ أنت عم تسلم على النسوان؟ أنت سلمي على الرجال. طبيعة صارت فيي وين ما مشيت بقول السلام عليكم، بالليل بالنهار بعرفه ما بعرفه السلام عليكم. معنى السلام عليكم الأمان مني لكم. معنى السلام عليكم يعني آتيكم بإسم الله. هل أنتم تحبون أن تسمعوا اسم الله تعالى؟ أنا أدخل عليكم باسم الله. السلام اسم الله. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، السلام اسم الله. هل الإنسان مأمور
بذكر الله في كل أحواله. ما فيه شيء. إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل لا يسلم عليه إلا لمعرفة، بركي ما كان مسلم. كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. إذا كان عرفتم أنا يقينا من غير مسلمين تقول السلام عليكم، يعني آتيكم بإسم الله، وين الغلط؟ بجوز إلا أن غير المسلمين السلام عليكم. أما إذا تيقنت أنهم غير مسلمين إلا مرحبا. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. متى صار الإنسان ما بيسلم الإنسان إلا إذا كان في خصوصية بيناتهم، معناها حضروا حالكم الساعة ستأتيكم. في حدا منكم مأمن يعيش حتى تقوم الساعة؟ أنا عندي يقين إني أنا ما بموت حتى تقوم الساعة. حكوا لجحي عن الساعة، قالوا لنا الساعة الصغرى أو الساعة الكبرى. مش في ساعة كبرى وصغرى؟ قال لك أنا. احكي لنا يا جحي أنت الساعة الصغرى وأنت الساعة الكبرى. قال الساعة الصغرى لما بيموت الخلائق كلهم، والساعة الكبرى لما بيجي الموت لعند جحي في حالهم بدأ يحوص جاي الموت. يعني جحي يعني شخص ما ملتزم عقليا وكلامه لا يعتبر، أما أنا رأيت كلامه حقيقة. أنا مغسل أموات في حياتي كثير، منزلهم بالقبر، مرة قالوا لي فلان مات بالقرية الفلانية، رحت صليت الصبح عندهم وطلعت من صلاة الصبح مغسلان نزلته بالقبر بعد صلاة الصبح. يعني ما في وقت محدود لتنزيل الميت، أما الآن عاملين تكتيكات. قد ما أنا منزل أموات صار عندي يقين إني أنا هلأ مالي رايح موت، لأن أنا منزل أموات. حدا منكم بيأيدني؟ الساعة الكبرى ما أتتني. إمتى بتجيك الساعة الكبرى حتى تقوم القيامة؟ إمتى بتقوم القيامة؟ بعد هلأ بست ساعات. بعد هلأ بست ساعات أخبطني أخرسي ما بعرف شو صارني،
خامس القيامة تبعي سافرت على الآخرة. كل إنسان قديش بمر عليه أموات في الحياة لا يتأثر ولا يبالي، أنا طبيعية، بس هو الآخرة بعدهم طبيب ديروا بالكون، هاي الأزمة قد ما ينجو منها. عند إذ الساعة الكبرى، الطهمة الكبرى، الشخص يسلم على شخصي، على خاصتي، قومه. يعني إذا جبنا مختار الحارة نسلم عليه، أما واحد عالم ما مسلم عليه. شفنا واحد موظف نعتازه مسلم عليه، ما بنعتازه ما مسلم عليه. كان السلام عام وصار السلام خاص، وهذا مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره صلوات الله وسلامه عليه. حتى على إفشاء السلام، من عرفت ومن لم تعرف، السلام عليكم. شوف يعني شو الخسارة بتترتب عليك. انت ماشي بالطريق اذا قلت الله، شو الخسارة بتترتب عليك؟ السلام عليكم، عم تذكر اسم الله. تكون انت على يقين بانك تذكر اسم الله وتذكر باسم الله. والسلام اول اسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وسبب انتشار المحبة بين الناس التي هي سبب الإيمان، سببا للإيمان الذي يكون به دخول الجنة. السلام مفتاح لتدخل به على الجنة. حدا ممكن له مصلحة ياخذ مفتاح، مفتاح للجنة تدخل به على الجنة. السلام يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ هذا الحديث أنا سمعانه بدرس الفجر 70 سنة. ألا أذلكم، هي ألا بمعنى بتحبوا دلكم، على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما حدا قال منحب، تحبوا؟ افشوا السلام بينكم. والفشي الإعلان، أنت ماشي بالطريق السلام عليكم. مشايخنا اليوم بيستحوا يقولوا السلام عليكم، تقولوا السلام عليكم بالطريق بشكل عام. مشايخنا بيستحوا يقولوا السلام عليكم، فما بالك بعامة الناس. فأنا كان رأيي لما سمعت من شيخنا انه انا عامي وانا ببدأ، بلكي اذا شافوني بيتعلموا مني. بدأت بإفشاء السلام من أكثر من 10 سنين. يسألونك عن الساعة،
أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. أنت عبسان الساعة، شو غايتك؟ شو هدفك؟ شو بدك؟ ليش عبسان؟ يعني حابب أعرف. إلى ربك منتهاها. سأل رجل أذن بعد الحياة شو فيه؟ قالوا الموت بدوي. قال إيه، شو بيأحلى من الموت؟ بدوي يقول شو بيأحلى من الموت؟ قال ماذا بعد الموت؟ قال بعد الموت ترى ربك عيانا. قال أنا شو بدي أحلى من إيه؟ حب زاد ويكون اليوم، وذلك لتقارب الزمان ووقوع التناكر بين البشر، فمن أشراطها وقوع التناكر بين الناس. ما بعرف وصلنا إليه. عن حذيفة رضي الله عنه قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بأشراطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرج. قالوا يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فما هو الهرج؟ قال القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد واحد أن يعرف أحد. يعني هذا بشوارع العامة معقول. نحن الآن بالجامع ببيت الله، الإخوان هل أنا بعرفهم؟ التربوا بالجامع بحياة شيخنا، ما في منهم ولا واحد. شيخنا راح إلى سعة رحمة الله، خلص الشيخ راح، ما عاد في درس، ما عاد في حدا، ما عاد في اجتماع، ما عاد في لقاء. موجودين لكن ما رجعوا على الجامع. أنا بدي أسأل نفسي سؤال، إذا أنا ما عاد اجيت على الجامع، يعني تبري معي من حياتي؟ عم باكل بشرب نم. لكن شيخنا يا ترى بيرضى اني انا ما عاد اجي على الجامع؟ ما بعرف بيرضى. هل نتوقع باننا غدا سنلقى ربنا ونلتقي في النعيم او الجحيم؟ فإذا كل منا التقينا بالإخوان اللي ما بيجوا على الجامع، خلص الشيخ راح ما عاد اجوا، التقينا ببعضنا، يا ترى نسلم على بعضنا سلام الأخوة أو سلام البعد؟ إذا وجد إنسان سعيد
من أهل الجنة وأنا بتخلف، يا ترى بيسلم علي؟ ولا بيقول لي أنت تركت الجامع، تركت أصلك، تركت الذي رباك؟ يلي رباني مو الشيخ فقط، المكان هذي كان يعود الشيخ فيه. يروى أن العبد الصالح إذا جلس في مكان يبقى أثره في المكان ما دامت الدنيا. فأنا بتخلى عن هذه الأنوار التي وجدت بسبب فلان وحاجتي. الله يرزقنا العقل والثبات وحب الله عز وجل ورسوله. الحب يفرض علي، أنا تربيت هون وتعلمت هون وهون صرت بني آدم، والله لن أتخلى حتى تنتهي الحياة، حكيت لكم أنا أكثر من مرة. بيتي 360 متر وبأرقى منطقة، وبيتي هون 70 متر. أنا ومرتي أولادي تاركين حالنا ب70 متر، وتارك الراحة والبحبوحة. وقيل لي شو قاعد بتساوي هون؟ اقعد ببيتك. تركت بيتي وجيت اقضي كمالة هالعمر بجوار الجامع، حتى اطلع من الدنيا من الجامع، ما اطلع من بيتي. وأجد عز الدنيا والآخرة بالجامع. أما اللي ما عادوا على الجامع مساكين، والله بكرة ليعضوا على أصابعهم ندامة لتخلفهم عن الجامع صغارا وكبارا. التناكر عند كثرة المحن والفتن مر عليكم محن وفتن. يا ترى بالمحن والفتن إذا قصدكم إنسان تستقبلوه ما بتقولوا له والله لا، يعني ما عندنا استعداد. أنا استقبلت ببيتي والله أثناء المحنة، فتحت بيتي، ما لي مصلحة بحدا. أنا واصل بمرحلة رجلي هون والثانية بالآخرة، ما لي مصلحة استألفهم، واللي أنا ضبيتهم ببيتي درويش ما عندهم شيء. ما عم ضب بيتي واحد يعني امل منه الخير في المستقبل، لا، ما عاد لي مصلحه بمخلوق على سطح الارض، صارت مصلحتي بالخالق. كثره الاقتتال بين الناس، وحينما تستولي المادة على الناس ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه. أنا بدي أسلم على فلان لأنه فلان ضابط،
بكرة أنا بحتاجه، قد يروح قبل منك. خلي هدفك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ما يكون هدفك زيد وعمر. ولما بتكون هدفك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يعطيك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تعلم. حينما تستولي المادة على الناس ويعمل كل منهم بحضور نفسه غير مهتم بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، فتنتشر الأنانية ويعيش الإنسان بنطاق أهوائه وشهواته، فلا قيم أخلاقية. قيم أخلاقية بيناتنا فيه. كان الأستاذ بالمدرسة بالمرحلة الابتدائية يعلمنا، إذا شفت رجل مسن حامل غراض تعبان فيهون احملهن عنه وصلوا ياهون. هيك كان الأستاذ يعلمنا في المرحلة الابتدائية. شفته بدي أقطع الطريق امسكه من إيده وأقطع الطريق معه. هذا موجود اليوم بيناتكم؟ أنا عجزت، قلت له لك عم والله يرضى عليك عاونه شوية. قال لي شو دخلني؟ يروح يجيب ولاده خد يعاونوه. بيعرف حاله ما حسن يعمل ليش ترى؟ هذا جواب جيل اليوم. أستاذ الابتدائي ما عاد تطاع يعلم أخلاق مادة وفقط. الله يرضى عن الشيخ علي الدخر، أنا بمدرسته كنت، وشيخنا كان عنده بالمدرسة، يدخل على الأستاذ على الصف يقول له هل تخلل درسك موعظة؟ إلا مولانا أنا عندي برنامج بدي أمشي ضمنه. يقول له قتلت الطلاب، إذا ما في موعظة بالدرس قتلت الطلاب. ينزعج ويطلع. في اليوم مدير بيدخل على الأساتذة بيقول له هل تخلل درسك موعظة؟ إذا تخلل الدرس موعظة تعال هون، أنت عندك برنامج ما بتطلع عنه، صح ولا ما صح؟ أنت ضمن برنامجك موعظة بالجامع، بطلت بالمدارس، ما عاد لها وجود. ويعمل كل منهم لحضور نفسه غير مهتم بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، فتنتشر الأنانية ويعيش الإنسان بنطاق أهوائه وشهواته، فلا قيم أخلاقية يعرف الناس بها، يعرف بعضهم بعضا. ما بعرف عم بحكي كلام أشتغل حسنا. ولا أخوة إيمانية حقيقية تجعلهم يلتقون على الحب في الله. تركوا المدارس، نلجأ إلى المساجد، خطب الجمعة،
كان أحد المسؤولين قال لي يا شيخ رمضان خطب الجمعة بالمنطقة استبطفت حروب ما في خطيب يقدم موعظة للبشر الخطيب إما نقل الحديث كما هو بغير شرح أو صفصفة كلام اللي بشوفها بالتلفزيون بيحكي لنا إياها عن المنبر. والله أحد الخطباء بعت وراء جنان تذكر يا بابا الله يرضى عليك يلي بشوفه بالتلفزيون كلهم شايفينه احكينا شيء من عندك شيء من كتاب الله شيء من كلام النبي اللي انت جاي تعلمني. انا ماني جاي علمك انا عم بفكر بمصلحة المجتمع. قال لي انت اعمل لحالك لا تدخل غيرك. ثاني جمعة ثالث جمعة سمعت انه صرفوا يعني الزمن اللي كان شيخنا والله نحن قاعدين بالدرس يدخل على نفوسنا ويطالع من مغالق النفوس ويحكينا حتى نقلنا من الظلمات الى النور. اليوم ما في انا عم اقول نقل ما عندي شيء. الانسان اللي كان يدخل الى القلب ويطالع من القلب اليوم انا ما عم بشوف حدا انا ما عم بشوف. واذا غمانا شويه وين رايح يا اخونا؟ فلا قيم اخلاقيه يعرف الناس بها بعضهم ولا اخوه ايمانيه حقيقيه تجعلهم يلتفتون على الحب يلتقون على الحب بالله والتعاون على البر والتقوى. انا اكاد اقول انه اضمحل. قال اتيت نعيم ابن هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب السلام عليكم. وإن كنا نتحدث عن أمر هذه الأمة في آخر زماننا سيرجع إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة. هذا إمتى؟ لما دخل على أمير المؤمنين عمر قال كأنه الناس عم يتربوا على عداوة بعضهم بعض وما واحد بيقول لك مرحبا إلا لمصلحة. وين صفينا نحن؟ علانية مرحبا وسريرة شوفي من وراك. واحد عم يحكي لواحد قال له لك فلان سلم عليه ماله بالعادة هذا ادير بالك شوف رحمة جايب تاكسي. أليس هذا واقعنا اليوم؟ عن عمر رضي الله عنه لعبدة بن الجراح ومعاذ بن جبل كتبتما
تحذراني أن الأمر أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك وليس بهذا الزمان. أنا ما بعرفها، لستم أنتم بأولئك ولا بهذا الزمان أو وقعنا به في هذا الزمان، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم لا لصلاح دينهم. يعني إذا واحد شوية مرمى نركض وراه مشان بركي مسترزي، أما إذا واحد درويش ما حدا بيقول مرحبا. أقرأ لكم بيتين شعر إذا حدا بده يكتب. قال: ما الناس مع الدنيا وصاحبها ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلب يوما به انقلبوا، فكيف من قلب يوما به انقلبوا، يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهي وثبوا. لا يحلبون لحي در نعمة حتى يكون لهم شطر الذي حلبوا. هذا رمز. أنا بنصحكم إذا في من وراها شي حط في الجيبة، إذا ما في مالي فاضي مشغول ما عندي وقت مالي حاسن. أليس هذا واقعنا الذي نعيشه؟ كثرة الزلازل من علائم قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وما أكثره في هذا الزمان. في زلازل عم يصير، ما بعرف بتهتز الأرض؟ نعم، ما عم نشعر فيها نحن. رح أهزلكم الأرض هزي أنا. انتبهوا، كان الدولار 500 ورقة سوري، اليوم الدولار صار بخمسين ألف. هاي مو هزة عم تهز البلد؟ بتهتز البلد فيها ولا لا؟ أنا والله ما بعرف قديش هو الدولار، قديش هو اليوم؟ بجيب 100 ورقة، 300 ورقة، 3000. الدولار بجيب 3000 ليرة سوري. يا سلام، أنا والله ما بعرف. ومن أشراطها، هذا رقم 16، في لسه 17. ومن أشراطها الخمر واستحلالها. أنا ما بشرب عرق بيرة،
البيرة بنت العرب، فاشية بالمجتمع ولا لا؟ ما فاشية، رح أسأل سؤال. أنا بالجامعة رحت على البيت بمشروع دمر، لا أتعشى وأرجع، انتهى عملي، صليت العصر ورحت. عن طريق الربوة لقيت سيارات مصفوفة، والناس وين؟ بالقهاوي. رحت على البيت تعشيت ورجعت، بنام هون شو ما رجع لي صلاة الصبح. صليت الصبح ورحت افطر وارجع، لقيت السيارات لساعتها موجودة، فطرت ورجعت حول الساعة 7:30 8، لسه السيارات موجودة. يعني أصحاب السيارات لو لم يكونوا تجار ما حبوا سيارات. وصاحب السيارة هلي من بعد العصر لساعة 7:30 الصبح قاعد بالقهوة شو عم يساوي؟ حكى لي واحد، قال لي أنا بطلت المشروب عندي بالقهوة. لكن والله يا شيخي داعية الرزقة. عم فكر رجعه، قلت له أنت ليش بطلته؟ قال لي حتى أخلص من غضب الله. قلت له بترجع غضب الله إليك؟ في قهوة تخلو من شربات، لكن معلنا ها جبنا بطحة بيرة، جيب له بطحة بيرة عم يشربوا بيروقوا، ما عاد يحسوا على حالهم من السكر، ما عاد يشعر انه عليه طوليت. انا اذا بقعد ربع ساعة بحس حالي اني انا يعني ما عاد احسن اعود، عندي شعور بحالي، بانهم بينسوا حالهم امام اهوائهم موجود او غير موجود. وتسميها بغير اسمها، هذا من اشراط الساعه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: بتحللوا لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. فقد أطلقوا على الخمر أسماء كثيرة حتى سموها بالمشروبات الروحية. في شيء؟ ما بعرف بيجي. ومن أشراط الساعة أن يشرب الخمر علانية وينتشر المخدرات. اليوم شباب الغيظة اللي كنا نسميهم كمية بشرة بيضة، هاللي بيسهروا بين السيارات بالصبح وبيجيبوا لبعضهم الحشيش بيحطوه بقلب السيكارة، بفضي السيكارة من راسها شوية، بيحط البذرة بيرجع بيرجع الدخانات بدك هون وبيرجع بشعل السيكارة، بيعمل لها هيك مشان ما يسلتوا.
شايفين؟ أنا بحكولي أن يشرب الخمر علانية وتنتشر المخدرات التي لم يسبق لها مثيل، مما ينذر بخطر عظيم إذا أصبحت الأمة في شباب عميق. في شباب اليوم؟ ما بعرف. في اليوم شباب؟ أنا عم بجي على صلاة الصبح بلاقي يعني 2-3 ما على منه برا عشرات، ومن أشراطها هذا رقم 17، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر أن بعثته صلى الله عليه وسلم دليل على قرب قيام الساعة. على شغل مطولة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة إلى الوسطى، وهذه أول أشراط الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى، وليس بينهما أسبوع آخر. منطعش، ومن أشراطها موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان موته من أعظم ما حل بالمسلمين. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء حتى اليوم، حتى اليوم ما في مدينة في العالم تجد الضياء فيها كالمدينة المنورة. حتى اليوم أنا شفتها بالطيارة، وشفتها لما دخلت المدينة بالسيارة. ما بمر مدينة في العالم تضيء أكثر من المدينة المنورة. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدينا، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. إن شاء الله مجددا، يعني إياكم أن تكونوا كذلك. وجدناها تغيرت عما عهدوه في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن الود والصفاء لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتزكية والتأديب. وبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء. أنا رح أعطيكم النظرة هيك لطيفة. هذا اليوم يوم الجمعة، والناس عندهم فراغ، وهذا درس شيخنا، وهذا مقام شيخنا الله يرضى عنه. كان الجامع يمتلئ، أنا شايف يعني أقل من النص.
الموجود أقل من النص. من فترة زمنية عملوا مولد بالجامع، ما في مطرح واحد يلعون. وين ما قلنا مولد تلتقي الناس، أما درس لا تلتقي الناس. هاي الواقعة عم تشوفوها بعدد من الجوامع أو لا؟ معناها المسلمين تقهقروا إلى الوراء، المسلمين تراجعوا عن حقيقتهم، المسلمين بدأوا يفرحون بالهرج والمرج. في أغاني كما أني أقول بكل صراحة، الموالد اليوم عبارة عن أغاني، ما عاد في مواليد. حضرت زمان كثير ما في مولد يذكر بحياته صلوات الله وسلامه عليه. اللي صار عنا هون أندر من نادر. إذا في الشيخ ألقى كلمة اختصرها شوية بدنا نسمع، بدنا نسمع الغنى والدق الدق. في حلقة إنشاد ما عندهم دف، والناس عم يركضوا وراء الدف، وراء الأغاني، الأصوات الجميلة، الأصوات العالية. قراءة مولد لسيدنا رسول الله أنا ما أعرف شو إلا ما ندر. وجدنا تغيرات عما عهدوا في حياته صلى الله عليه وسلم من الود والصفاء بفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتزكية والتأديب، وبموته انقطع الوحي من السماء كما ورد في جواب أم أيمن بأبي بكر المعمر رضي الله عنهما عندما زارها بعد موته، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيا إليها بكت فقال: ما يبكيك يا أم أيمن؟ وكان يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أمي بعد أمي. ما يبكيك، فما عند الله تعالى خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فجعلا يبكيان معها رضوان الله عليهما، فقد كتب الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتب على الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة لأحد من الخلق. فلو كتب لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدنيا دار ممر لا مقر، دار فناء لا بقاء. حضروا حالكم، مين منكم عنده اليقين انه الجمعة القادمة نلتقي؟ انا عارف شو موت الفجأة. موت الفجأة ما بيعرف حاله الواحد، قاعد نايم ماشي رايح جاي ما بيعرف. موت الفجأة يأتي فجأة، ولا أدري متى يأتيكم الموت فجأة.
سيأتيني ويأتيكم عاجلا غير آجل، لا تخافوا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.